معهد السنة برشدة علومتا شريعدا يدقنك إسلامكا أي حفلت قلن جبنة أقبتي أرديدا دفعدي لحي طبنات فرع قرسبالي مناسبة دن أحد مناسبة سوين لوسو أغاسمي وحاكا سوقيب قلي علماء الدين مامولكا معهدكا والدين مرتي شرف إيقيبها كل الدواني بلشدك كوبنتهي شيخ عبد الرحمن داهر آدن أو كمدا معلمين تمعهدكا عبد الولي حسن عبد الله أو كمدا مامولكا دلدا إسكو حركة معاهدة علومتا شريعة دا الصوماليا عبد الرساق عثمان إبراهيم أو وكيلكا أها دمان فرعيدا معهدكا عبد الله عثمان حسن يهو يمريان حسن محمود أو كمدا والدين تا إيا أوهرين مناسبة دا هذا الكجيدي ما شاء الله فردي ولا علي الوا علمي la soo bartay cilmiga hadii la ilaaqo waxa loo jeedaa cilmu shariica dadku wax badan bay bartaan laakiin waxa ugu qiimaha badan oo qofku u barto waa cilmu shariica aan waxaan ogtihiin inta quraanka uu ka waramayo cilmiga fadligiisa iyo xadiisa nabiga sallallahu alayhi wa sallam oo alayhi hadiisa rawayna ka sheego nabiga sallallahu alayhi wa sallam wuxuu noo sheegay insaankan markuu dhinto inuu amalkiisa go'ayo qof kasta fatru noolaanaya waa go'aya amalkiisana waa halkaas uu ku haraya من سيجري دونا صدق شيء ونبي صلى الله عليه وسلم كسر ريبي أو صدق جاري وقف عن أنت والله بحي أن لغو انتفاع بعد موته أي علم وح لغو انفع وقفك أنت ضدك وح بري قال شيء لغو انتفاع أي ولد سالح أسو دعي وحن ليه والدين تماشان فضية أي قوة مقام بأي جهد قسو بحي أرددان وقت قدر سوقاتي شنسان إلي حسن كدو طبعا qofka markuu yar yahay isma bixin kara laakiin waalida meeshan soo gaarsiiyay markii laga yimaado fadliga Ilaahay subhanahu wa ta'ala iyo macallimiinta juhdiga soo bixiyay ardaga waxa subaxii soo kalahay soo dire waxyaabaha u baahay aasaasad ka dhisi waa waalidka waalidkii juhdigan ku bixiyay ka tagay cunugaas wanaagsan meeshan ka akhriyay ama quraan hadii ay tahay ama ay ka tahay cilmiga sharciga ah wuxuu gali doonaa asna kaalinta ah waladu saalihu yadcu lahu gali doonaa cilmiga marka fadaaishiisu aad bay u fadli badan tahay nabigeena salaad wuxuu leeyahay man salaka dariiqan yaltamisu fihi cilman sahala allahu dariiqan ila aljanna qofkii wada qaado cilmi ku dalbaya dariiqas ilaahi tabaaraka wa tacaala wuxuu ugu sahlaa ugu fududeeyaa inuu janno ku gaaro waayo cilmiga xalaashii xaaraanta lagu kala baranayaa raabidatul macaahid ash-shar'iyya fi soomaali waa dalad isku xirta macaahidda soomaaliya oo dhan cala mustawa soomaali رابطه معاهد الشرعيه وحي كتلابستي حدود غوبلاديه لدسي وايو دمان غوبلاده سوماليا سيده هره لوو يقاناي ايي كودا جيرتا او اي كودا شقيسا او هل منهج ايي ارديدا رابطه او معاهد رابطه كوس كوس سجلن اي ودا ديغان منهج واحده هل شهاده ايانا ارضي اسد الله سو ساره هلك الشهاده اي ديبد كو اادان وحبرشن كو هيلان جامعادها غدها اي ديبدبا اي كو اادان وسند والبا ارضي ايا من حوينكاس رابطه اي كشقيسا اي او سو سارته ارضي جا وها لغا ربا دينتا انو برتو ولي با سي غار اهاناي دينتا اسلام انو برتو او علومتهدا كلا دوان اي كو تاغانتا دنياديس اي اخرديس با وسال مرتيكا نقول الله سبحانه وتعالى وحوليه فاعلم انه لا اله الا الله فاعلم اي اله سبحانه وتعالى او كب اللاوي ان وقفك الله سبحانه وتعالى او غرته سدراد علمه وحيليهن فبدا بالعلم قبل القول والعمل كعمل فليدا يكو هدلدا كهر الله سبحانه وتعالى او كب اللاوي ان لبرت الله سبحانه وتعالى وحوليه يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات الله سبحانه وتعالى وحوكري إليا كوى الله رميي سيدوك لا كوى علمي برتي إسلامك درجات أي الله سبحانه وتعالى كري إليا ما يشاء وحايا على مركة ذاتك أن علمي شرعي برتي وذات إيمانك لغهلي dadka iimaanka laga helayna Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxa uu sheegay in uu koryeeli doono oo darajo sare u gaarsiin doono muxuu yahay waxa idinku la dardaarmaya waxa aad barateen
وشريعة إسلامية ما أهن وح ديل ديل قلا شريعة إسلامية وح لقى برتنا وح أباهين كرقمت أدو أتكبر اللوضة نفس الدا ده أتكبر اللوضة كبعدنا أتكون نقضه دتك وح كار بلا دحمران إذا دونا هالنقضان وأتكبر اللوضة آخر بعد هذا وأتقف كستا وأرد هذا أزمان تنقل جبيني سكمله وحن كل دردار ميا نفس الدا ده كبر اللو وحي أدو أتصابر تي أو أشرع إسلامية كحجي قرقة أتكوه يته شرع إسلامية الله قدامه isku day waxa lagu baray inaad barto dadka kula nool isku day inaad barato hal hadiis ama hal aayad oo macallinkaaga qaaliga ah ku baray inaad barto deriskaaga saaxiibka ehelkaaga cid walba oo jecsha waxaan islaahay aniga ma xalsoon qofka ka qalin jabiyay jaamacad wax weyn kala ma maqna oo sababtu taa cilmiga uu haysto هدوكو منافع هذا أما أمد أغارسيو وعلم آدي آدو بلارا لكن هل آيادا أما هل حديث ودو إستاكتو أيا وحوى البابا كاغا خير بلا وح بلا أول براتي أول عمل فالين هل آيادا أما هل حديث ودو إستاكتا كخير بلا بعدها كاغا وناك بلا أذيك نفس الدادا نوحان إذن لا يهي أرضي ذا وحا برتين لا إلين مبرين إن هذا العلم الكتبة ماشي مالك القلن جوسين عادكتين أي أولا إيه وحا لا إلين بري نفتين إنا مركة أبوه الرئيسكو أنفعدان مركة لبادن درسكو أنفعدان مركة سدحان أمضة دمان تدادكو أنفعدان والدكو وحيدين سوى بري وإذن كل القبول سدو وإذن كبت عليهم ardaydi macallimiintu waxay soo bartayna ay ku farxaan kama marnayn kaalinta ardayda wax ay soo أولاً أحييكم تحية الإسلام تحية أهل الإنعام يوم يلقونه سلاما وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فبعد التحية أحبة الأكارم أقول لكم فتحت القريض باسم رب مهيمن أحمده ربي خير حمد وشكريا من توا مال انتا أوتصوبي إنبذا قلبي قيل أوييو أنكتامي إنبذا فرحة بندريما يا فرحة زائد درا حفلة سجيني حفلة قاليو هفا وحل الجبون يا جو قاليو وعن قلت ابي ينبا ما انت بوحده اصوغا ما اليس بما افتن بميس قلبي جيشدا هكذا لنو دبر دك دبشيدو دربا اتم هكذا سومن هكذا ليحن تن انبا اهبر كولا ضدك ميش صوتوبا انتم خير الامم ما انت ومال انت وتصوبهم بذا قلبي قيل أوييو أنكو تامئن بذا وحد حند ذالن يؤوض القاذني ررا هرد ذيك عقن يوكا هيان ملدذا وحد حنك صمن يو كادقاقن قل قلا وحدة حندرتي وصيح ذي ميل هواس له بأن قوش وحنو هرسيدي قل داسي وقل انت قيس بيدين قرتي دين ميدلا عقلي قين ومدا قاوي قين واحدا ما هدي سنانيان عالم كي يوم ددقا وقدم بينتي
waxaa munaasabadda soo xiray maamulaha faraca Garas Baaley Maxamed Axmed Cadow. Waxaan idin leenahay dariiqii dacwada ayaad lugta saarteen horey ugu socda, meesha aad hadda joogtaan kasii socda oo horey u socda oo waxbarashadii sii wada, dardaaranka waa la idiin soo koobay. Waxaa idinla hadlay culimmadii, macalimiintii, waalidiintii, war la soo celcelinayana wax badan ma taraayo. Macadka sida aad ogsoon tihiin waa macad diini ah, lagu barto culumta shareecada, loogu talagalay in lagu soo saaro ducaad, wiilal ducaad ah iyo gabdho daaciyaad ah, ummaddaani badbaadiso, jahliga ka badbaadiso, shirkiga iyo bidaca ka badbaadiso, u noqoto tusaale. Sidoo kale iyaga waxaa laga rabaa inay iyagana tusaale ka dhigtaan nebiga sallallahu calayhi wasallam iyo saxaabadiisii, iyagoo weliba ku camal falaayo ilaahay qur'aankiisa wuxuu ku yidhi waman axsanu qawlan miman dacaa ila allaahi wacamila saalixan waqaala innanii min almuslimiin. Oo qofkii markii hore muslim ayuu noqday, kadib camal saalixa ayuu la yimid, kadibna waxa uu noqday daaci. Waxaa laga rabaa marka islaamnimadii way ku dhasheen oo ilaahay ayaa u sahlee camalkii saalixaana waa inay ku dadaalaan, cilmigii ay kula dadaali lahayeen camalka saalixaana way soo barteen. Intaa waxaa u dhiman inay ducaad noqdaan, ducaad ilallaahi inay noqdaan, oo dadka diinka ay ugu yeeraan, munkarka ay ka reebaan, macruufka ay faraan, halkaa inay ka sii wadaan.